بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حصة جديدة تتعلق بالاسم من حيث الجنس والعدد. أولا، الاسم من حيث الجنس. ينقسم الاسم من حيث الجنس إلى مذكر ومؤنث. ألف المذكر، مذكر هو ما دل على ذكر من إنسان أو حيوان أو ما يعامل معاملتهما. مثال: رجل، هذا اسم مذكر. أسد، أسد اسم حيوان، إلى آخره. باء المؤنث هو ما دل على أنثى من إنسان أو حيوان أو ما يعامل معاملتهما. مثال: في المثال السابق قلنا رجل، الآن نقول امرأة. لبؤة والأمثلة كثيرة. بالنسبة للمذكر، يصح أن يشار إليه بهذا، بهذا اسم إشارة. هذا نقول هذا رجل، ونقول أيضا هذا أسد. بالنسبة للمؤنث، يدل على أنثى، يصح أن يشار إليه بهذه، فنقول هذه امرأة، ونقول هذه لبؤة. وهنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن الاستثناءات كثيرة. ننتقل الآن إلى الاسم من حيث العدد. الاسم من حيث العدد ينقسم الاسم من حيث العدد إلى مفرد، مثنى، وجمع. المفرد في اللغة العربية، المفرد هو ما دل على واحد بالنسبة للمذكر أو واحدة بالنسبة للمؤنث. نأخذ هذا المثال: كتاب. في اللغة العربية، كتاب اسم مفرد يدل على واحد، يعني كتاب واحد. باء المثنى، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، يعني هناك المذكر وهناك المؤنث، ونحصل عليه بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. نأخذ كلمة كتاب، قلنا كتاب هو مفرد،
لنحصل على المثنى نضيف الألف والنون هكذا، فنقول كتاباني كتاباني. ويمكن أن نضيف الياء والنون فنقول كتابيني كتابيني، كتابان أو كتابين، هذا يتعلق بالإعراب، سنرى ذلك لاحقا. جيم الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني ثلاثة فأكثر، مثال دائما نفس الكلمة، قلنا كتاب مفرد، كتابان أو كتابين مثنى، في الجمع نقول كتب. كتب، وهنا أيضا لا أريد الخوض في تفاصيل هذه القاعدة على اعتبار أن الجمع أو الجموع تختلف، هناك جمع المذكر السالم، هناك الملحق بجمع المذكر السالم، وهناك جمع المؤنث السالم، والقاعدة والقواعد كثيرة في هذا المجال، لهذا أكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله.